أرسل إليك وأنت في دار الحق. أنا موجودة في القصر بحكم أني أم يوسف، يوسف الذي أراد الله أن يكون على اسمك، رغم أنه يوسف ابن هلاوي. لا أرتاح لتلك الحقيقة، لكنني لا أملك أن أفقد وحيدي أو أغادر هذا القصر الذي لا أراك. الذي أراك في كل مكان فيه. صاحبة القصر عملت الحفلة دي عشان تختار عروسة لابنها. هو اختار مين؟ سامعك، احكي. اختار خدامة، جدتي نادرة. خديجة هانم زعلت، زعلت ومشيتها بعيد 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 بعيد، بس كله راح. الست راحت، الولد راح، الخدامة راحت، فضل القصر بس. لا بس الست موجودة. انت يا ستي انت موجودة زي ما اكون موجودة. احكي لك؟ امال انت بتعملي ايه؟ هما 3 أيام. هو كل ده حصل إن الولد حب. يمكن لو ما كانش حب كنا كلنا ارتحنا. لك ومال الحب ومال الحكاية؟ ليه يا يوسف؟ ليه كدبت؟ ليه داريت؟ ده انا حبيتك وانت واقف قدام باب القصر حارس. ليه؟ ما حصلش. انت حبيت الشاب اللي واقف قدام قصره، تفرق. حبيت اللي بيملك القصر بس مستغني عنه. حبيتك انت، صدقت حلمك وامنت بيه. لا ده بعدين. لو كنت عرفت ان مجرد حارس على القصر ما كنتش هترجع تاني يا سلمى. انت بتجيب الكلام ده منين؟ ده انا جيت لك لغايه عندك وقلت لك انا بحبك وعايز اتجوزك. واديك عرفت. عرفت ان مش يوسف الثالث ابن صاحب القصر. فين الحب؟ ايه اللي غيرك يا سلمى؟ مش اللي بيحب ما بيكرهش؟ ما بيكرهش بس بيتصدم، بيقلق، بيتوتر، ميبقاش عنده ثقة، ما يصدقش. انت لو كنت بتحبني ما كنتش كدبت يا يوسف. الحب والكذب ما يجتمعوش. أنا كدبت عشان تحبيني. أنت أول ما عرفت إن غفير على باب القصر طبقت لي 200 جنيه في إيدي. اخص عليك، هو ده اللي أنت فاكره بس. أنت عجبتك الفكرة يا سلمى. فكرة إن عندي قصر. وأنت طيبة وقلبك أبيض. فطبيعي تحب واحد عنده قصر وحكايات. يعني انت لو كنت قلت لي من الاول انت مين وابن مين انا ما كنتش حبيتك. لا متهيألي لا. طول الوقت انا عايز ومش عايز، وريث ومش وريث،
كل ركن في القصر ده بيقول اني مش يوسف التالي. انا حتى مش عارف انك في القصر. كنت واقف قدام القصر محتار لحد ما ظهرت قدامي وكل حاجه اتلخبطت. بسببي انا؟ ايوه بسببك انت. انا كذبت وزورت وقابلت اللي مش لاقي عشانك، عشان ما نخسركيش. وديك خسرتني يا يوسف. اهو الحب ده هو اللي قلب الدنيا. احكي لك حدوته؟ مين اللي تحبيه؟ لما حبيت البنت الصعيدية وطلعتها فوق جنبي، ليه بقى انا عملت كده؟ ليه؟ عشان يوسف لما يرجع من السفر يحبها. شفت الحظ؟ خديجة هنا معلمتها والبنت تعزف بيانو، يوسف قلبه يتعلق بيها. شفت الحب بيعمل ايه في الناس؟ ما تيجي نقفل القصر ده وروح اي حته تانيه. يقلب الخدم يخليهم اصحاب القصر ويذل قلب اصحاب القصر. هو الحب كده. لكن حب نوار باشا حاجة تانية. أحكي لك؟ تيتا ما تعتقيني بقى، ما تطلعي تنامي. ولد مش حد بيعمل اللي هو عايزه. خلي المفتاح ده معاك. مفتاح؟ مفتاح إيه ده؟ مفتاح صندوق خديجة هاني، خده. مش عايزه. حافظ عليه. خلف ولد سميه يوسف من ستة محترمة. اوعى تحبها حب غلط. خد. خديجة هانم، خديجة هانم، يوسف رجع. خديجة هانم يا خديجة هانم، هاتي الحلاوة يا خديجة هانم. يوسف رجع. تاني روحي رجعت. طب انت رايحه فين طيب؟ وحشتيني خديجة هاني. وانت كمان وحشتني. طب استني اسندك طيب. يلا نمشي. مين هيخلي باله من القصر لما كلنا نمشي؟ احنا بنمشي والحكاية بتعيش وتكمل. شفتي؟ راح الحب. وانا يا ست مش عايز الحب ده ومش عايزك. ليه نعيش شايل تاريخ ما يخصنيش؟ مش عايز. وانا ذنبي ايه؟ ذنبي اني صدقتك. انت مصدقه كل حاجه. قلبك كده. واديني قدامك اهو. انا الحكايه الوحيده اللي ما حصلتش. أنا يوسف هلام. تقبليني يا سلمى؟ لا مش مسامحاك يا يوسف. مش عشان أنت يوسف ابن هلاوي ولا عشان مش صاحب القصر، عشان كذاب. شفت الحياة بتخرب البيوت إزاي؟ لا يا سيدي يوسف، الكذب هو اللي بيخرب القلوب، بيوت ربنا. وعمر الكذب ما يسكن بيوت ربنا. طلقني بقى. معرفش لو كنت هتقري اللي بكتبهولك زي ما نادرة قرت اللي كتبه يوسف الأول ولا لأ.
ما اعرفش لو كنت هتسامح الراجل اللي ما شافش طعم الحب الا في عينيكي، ولا الغضب هيخلي قلبك قاسي. انت احلى تجربه في حياتي، التجربه اللي حطيتني قدام نفسي يا نادر. ايه ده؟ نادرة؟ مش هشطبها. كتبت نادرة بدل ما اكتب سلمى، زي ما يكون نادرة بقت سلمى وانا بقيت يوسف الاول. هو الحب كده يوجع القلوب. يعني ما حبيتيش خديجة هاني؟ ازاي؟ طبعا حبيت. امال يعني نوار باشا كتب الكلام ده لمين؟ بس ده كلام ابن الفارض في الحب الالهي. لكن مين اللي حس ان الكلام ده عشان ابوك ولا ابن الفارض؟ تيتا 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 يا ماما يا ماما. اتقفل القصر سنة 1981، أبويا ساب القصر مقفول 30 سنة، وكان طول الوقت بيقول لي إنه مش بيحب القصر. ورجعت القصر بصفة الوريث سنة 2011، رجعت عين في الجنة وعين في النار، لحد ما ظهرت على باب القصر وكل حاجة اتغيرت. ها؟ أخبار أستاذتنا إيه في الصحافة؟ مفيش أي أخبار، ملل ملل. ليه بس؟ رئيس التحرير مدلعني عشان خاطرك يا سيدي، وتقريباً مش بشتغل. وليه جاب لك موضوع حلو؟ موضوع إيه؟ قصور اسكندرية اللي عمالة تتهد كل يوم، الطرز المعمارية والتاريخ والثقافة والحضارة، حاجات اللي أنت بتحبيها دي كلها. حلو، ده كان في واحد عندنا في الجورنال اسمه حامد عنده فكره شبه دي. حامد يا شيخ؟ سيبك من الكلام ده. في قصر في اسكندريه اسمه قصر نوار باشا. من اجمل قصور اسكندريه. تسافري تشوفي قصته. حلو، هعمل كده. بس ايه الافكار الحلوه دي يا بابا؟ بقول لك ايه؟ قدام هدهد انا ما اعرفش انك سافرتي. تخبي عليا. انت عارفه امك. حبيبي يا حاج. ايه ده؟ ده بجد؟ لسه في شباب كده اليومين دول؟ يوسف ده شاب مختلف جدا، انا حبيته. اهتمي بالموضوع ده.
ايه يا ابني مبهدل نفسك كده ليه؟ يا سلمى زعلت منك كده ليه؟ عشان كدبت عليها. وايه الكذبه اللي تزعلها للدرجه دي؟ ابدا. قلت لها زمان عاوز القصر يبقى قصر فنون تابع للدوله، وفي الاخر غيرت رايي ورجعت في كلامي. رومانسيه يا سلمى، وانت كمان ما بتعرفش تتكلم. اسكت واعمل اللي انت عايزه، انما ليه تبان كذاب قدامها؟ هو انت ليه عملت كده؟ ليه وافقت وخليتني اتجوزها؟ ليه خليتني اطمع؟ ياه، انا عملت كل ده؟ ايوه، خليت سلمى في كفه وقبولي في كفه. تمام، ماشي يا عم يوسف، كفايه حاجك. بقول لك ايه يا يوسف، انا كان ليا مصلحه شخصيه في القصه دي، انما موافقتك ده امر يرجع لك انت. صلح امورك مع سلمى، مفيش خصام بيدوم. مصلحه ايه؟ حاجه كان نفسي فيها من زمان وكان لازم تحصل. حاجه ايه اللي كان نفسك فيها؟ قصر طردت منه زمان، قررت انه هيبقى ملكي في يوم من الايام وحصل. يعني ايه؟ يعني عليك يا نبوي، يعني عليك. الله يصبرك. كان نفسي اشوفك. انت مين؟ ليه الاسود والبكاء؟ انا ألفت يا هادي، ألفت بنت بامبا واخت المرحوم نبوي، وجاي عشان نبوي مات. الله يرحمه، انا جاي عشان. ارتاحي يا ألفت، ارتاحي، روحي استني في الجنينه يا ألفت، حد ينده لها نبوي. مات، مات يا خديجه هان. امال مين اللي واقف هناك ده وحاطط ايده في وسطه كأنه واقف في قصر أبوه؟ دبدبني البكري فاروق، والنبوي في مقام سيده. يروح يستنى سيده برا، هو ومقام سيده برا برا. توقعت الفازة؟ تعال هنا يا ولد. اطلع يا حزين اطلع. حد يمسك الولد ده، حد يمسك الولد ده. كانت أول مرة أدخل القصر، جدتي كانت دايماً بتحكي إنه حتة من الجنة. قلت هيجي اليوم وهرجع له تاني وهيبقى ملكي. طول عمري بحب الحاجة البعيدة وبعرف أخليها في إيدي حقيقة. حتى جوازي من هدى كان مستحيل، بس أنا عرفت أخليه حقيقة. الفلوس ذاتها كانت مستحيلة، النهاردة بقى معايا فلوس ملهاش عدد. طول عمري اتعودت أحلم وأحقق اللي أنا بحلم بيه. والقصر وانا. انت يوسف الثالث الوريث الوحيد للقصر، وانا قلت ان حفيدي يوسف الرابع هيبقى هو صاحب القصر، وهيحصل. وانا وسلمى كنا لعبه. ليه الكلام البايخ ده يا يوسف؟ سلمى بنتي وانت جوز بنتي، واولادكم احفادي هم اصحاب القصر. ايه اللي وحش في كده؟ الوحش في كده اني خسرتها وخسرت نفسي قدامها. مش حقيقي، وبلاش الكلام الكبير ده. كل حاجة بتتداوى، مفيش حاجة ملهاش علاج إلا الأحلام اللي ما بتتحققش. بكرة تتصالحوا، أجمد. نسيت أقول لك، لو فكرت ده حقك طبعًا إنك تبيع القصر البساطي أو غيره، أنا هقتلك يا يوسف. مش بهزر، هقتلك، مش فارقة. الوريث بقى في بطن بنتي. Thank you.
أنا مش قادر نصدقك. ليه تعمل كده؟ عشان مفيش حاجة ملهاش علاج إلا الأحلام اللي ما بتتحققش. ويا ابني أنت إيش ضامنك إنه مش هيتبهدل أصلا؟ أنا مقدم طلب حضرتك إن نفضل مسؤول عنه. أنت حر؟ حبيبتي ما تخافيش. إيه يا حبيبتي؟ ألف سلامة. هي كويسة؟ الحمد لله. ألو، أيوة يا يوسف، سلمى بتولد. سلمى فاروق، أوضة كام؟ يوسف الرابع. أيوه، وبرضه مش هكمل معاك، هكمل مع يوسف حبيبي. مش مهم، مش عايزة. ومين هيشوف الحلم بعد ما اتحقق؟ هتورث النعيم واللي بعدك هيورثوا الجنة والأرض مع بعض. طب وانت؟ أنا هنكون جنبك. صحيح مش في نفس المكان، لكن هنتلاقى واحنا طالعين فوق. المهم تدخل الكنيسة من عند صاحبك. دي النقطة اللي محدش هياخد باله منها. الله يبارك فيك. بعد إذنك. مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا بنت. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. تعملوا لي قصر فنون، تدي حلمي للدولة، تفكر نفسك شاطر يا يوسف. ماشي. ما بلاش، دي عرفت إن كذاب طلبت الطلاق، ما بالك بأبوها ورحمة ألفة لا تسمح. يلا يا هدى. ايه؟ ما تيلا. ثانية واحدة. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا جميل؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا جميل؟ ايه مبروك؟ الله يبارك فيك، اتفضل. حبيبي. ما تيلا. يلا.
هو احنا هنعيش من فين يا يوسف في ظل تحقيق حلمك المجنون؟ لسه في مشاريع كتير قوي في دماغي. منين وازاي؟ هو صندوق خديجة هاني لسه موجود؟ لا بجد؟ اه والله. بجد؟ استني. شايفه الاربعه اللي في الصوره دول؟ اول واحد من اليمين ده كامل افندي، واللي بعديه وديع البساطي، واللي حاطط ايده على كتفه ده علي بحر. يا حبيبي ده انا بحبه قوي. وانا كمان. واخر واحد من الشمال ده، لا انا هقول ده جوني منصور. صح. يا طب اصدف فين؟ تعالي. شايفه الجمال؟ وبعدين احترم نفسك. حلوه قوي. حلوه بصراحه. طب انا عايزه اشوف يوسف وندرة. مين دول؟ يوسف وندرة. لا لا بتكلم جد. هما والله. لا لا مش عايزة. الحب هو شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى.